البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلشي على خير وبخير. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هاد الحراره ومع هاد الصاد؟ كنتمنى يلقاكم هاد الفيديو كاملين بصحه طيبه وعلى خير وبخير. البنات هاد النهار جبت لكم واحد التحليه بارده، واحد التحليه اللي كنصايبها شحال هادي، كنصايبها كتجي زوينه بلا فران بلا حتى شي حاجه. هاد التحليه ديالنا شنو كنحتاجو فيها؟ كنحتاجو فيها هذا بيمو، ها هو ديال الكوك، كيجي رائع. انا راه ما كنشهرش هذا الشيء، وانما كنصايب ديك الحاجه اللي كتجيني بنينه كنوريها لكم. ها هو البسكوي ديال الكوك. كنحتاج السنيده على حسب الذوق، كنحتاج كريم باتيسري، ها هي مقدار جوج معلقات، كنحتاج جوج ساشيات ديال الفلون، وكنحتاج جوج اترو ديال الحليب. ايترو غادي نديرو بها البنات كريم باتيسري. ها هي غنديرو كريم باتيسري، نحكوها مع نحكو نسموها بواحد الحامضه، حيت ما غاديش نوريها لكم، راه ديجا كاينه عندي فلاشين ديالي دايرها في واحد الحلوه اخرى. غادي نشدو حامضه ونحكوها ونديروها مع هاد الغبره، ونديرو ايترو ديال الحليب والمقدار ديال السنيده، وردوها كطيب. انا راه رديتها كطيب حيت ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. غنصطفوا هاد الكميه ديال البسكوي اللي درنا. اللي بغات تفزقوا بالحليب تفزقوا، اللي ما بغاتش ما تفزقوش. بغيتو تفزقوا بالحليب عاد تحطوه هنا فزقوه، ما بغيتوش بلاش. انا دابا غادي نشدو حيت غادي نكب على كريم باتيسري، راه غادي يرطب ليا، وغادي نكب الفلو، وغادي تجي واحد التحليه زوينه وكتوجديها دغيا دغيا كتوجديها، وتقدري تحطيها في الثلاجه وتمشي تقضي شغلك، ما تجي تلقيها بارده موجوده وما فيها فران ما فيها زيت ما فيها حتى شي حاجه. صافي البنات، انا غادي نقاد كريم باتيسري ديالي ونرجع عندكم. صافي البنات، انا وجدت كريم باتيسري ديالي، ها هي شفتوها، ها هي غتوجدوا كريم باتيسري ديالكم، وغادي تستفوا هذا البيمو، راه كتجي تحليه زوينه، جربوها ها نتوما، خليوها شويه خفيفه. غادي ندير لا كريم هكا ما كتبانش. صافي البنات، ها نتوما، ها هي كريم باتيسري ديالي، ها هي شوفوا كي وجدتها، شفتوها ها هي. غادي نبقاو نديرو دابا الكريمه ديالنا على البسكوي هكا. شفتوا نديرو واحد الطبقه ديال الكريمه وطبقه ديال البسكوي، طبقه الكريمه وطبقه ديال البسكوي، تنساليو. شفتوها، نديروها بهذه الطريقه ساهله وكتوجد دغيا. صافي البنات، ها نتوما انا درت الكريمه ديالي، غادي نستف عاوتاني البيمو ديالي، غادي تحطو غير عشوائيا. هانتوما علاش قلت لكم بلا ما تدهنوه، حيت غادي تحطوه غادي يفزق. هانتوما نمشيو بهاد الطريقه هادي، نحطو غير عشوائيا حيت حنا غادي نقطعوه، غادي يجينا غادي يرطاب ما غيبقاش كما كان. كنمشي هكا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل البيمو اللي عندي، البسكوي اللي عندي. شفتوا شحال من طبق، شحال من طبقه بغيتو ديرو غادي ديروها، ديرو وحده ولا جوج ولا ثلاثه على حسب الاختيار ديالكم نتوما، وعلى حسب المول اللي عندكم. عندكم مول صغير ديرو، واخا مهرس البنات ما ديروه، واخا مهرس ديروه كامل، ها ما نضيعو حتى حاجه ما نخسرو حتى حاجه. هاد الكسور حتى هما غيجيو في الوسط نتوما، ولدي غا واقف حدايا كيقول لي راه واحد بيمو ماما عدائمي. صافي ها نتوما البنات،
غادي نعاود طبقه ديال الكريمه. صافي انا غندير غير جوج طبقات اللي غادي ندير طبقه ديال البسكويت طبقه ديال الكريمه طبقه ديال البسكويت طبقه ديال الكريمه، وعاد غادي نديرو من الفوق الفلون تخلوها تبرد واحد شويه، ولا كاع ما تبرد بزاف غير شويه تشد فراسها ونديروا لها الفلون. صافي ها نتوما بهذه الطريقه هذه سير هاكي. صافي الجناس غادي نديروا له الطريقه هذه تنكملوا. غادي ندخلوا دابا ندخلوا الثلاجه وغادي نشوفوا واش نخليوه حتى يبرد. شوف هاد الطريقه هكا كتجي زوينه التحليه وسهله ودغيا كتوجد. صافي هاد الطبقه الاخرانيه غادي ندير فيها انا الفلون ديال الشوكولاط، غادي ندخلها تبرد شويه هنا منصيب الفلون ديال الشوكولاط وندير لها الفلون ديال الشوكولاط وتشوفوها كي غادي تجي. خصو غير تبرد ليا شويه تعقد ليا هاد الكريمه نخرجها وعاد نوريها لكم. صافي البنات نمشي نوجد الفلون ديالي وبحال هذا سميتو راه كيجيو ساهلين توجدوهم دغيا دغيا وتخليوهم في ثلاجتكم جايين عندكم ضياف ديروهم ديسير بغيتوهم في ديوركم ديسير كيجيو باردين زوينين للوليدات دغيا دغيا. والاغلبيه الوليدات كيعجبهم هذا الشيء كيعجبهم نحيدو هاد الكريمه هكا ما نضيعوهاش. صافي صافي البنات هانتوما صافي غادي ندخلها للثلاجه نديها للثلاجه تبرد ليا وانا غادي نمشي نوجد الفلون على ما تشد ليا واحد شويه ونرجع ندير لها الفلون ديالي وندخلها للثلاجه وكتوجد دغيا دغيا كتوجد كاع ما كتديها 10 دقائق كامله باش غادي توجد 5 دقائق توجديها وتحطيها في الثلاجه ديالك. صافي البنات انا وجدت الفلو ديالي ها نتوما حتى هو نكبوه بديك الطريقه بشويه باش ما يطلعش ليا الكريمه الفوق. نحاول ما تكبوش بالكسرونه، الا كبيتو بالكسرونه راه غادي تقبل لكم الكريمه وطلع لكم الفوق. ها نتوما البنات صافي داك المول ديالي هادشي اللي هز ليا نتوما. هذه هي التحليه ديالي غادي نخليها هنا حتى يشد ليا الفلون مزيان. راه كتجي زوينه 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 ما تشبعوش منها. صافي ها حنا كبينا الفلو ديالنا. انا راه المول كبير درت سيترو يترو نتوما تقدروا ديروا نص سيترو اللي عنده مول صغير يدير غير نص سيترو بركه عليه. صافي البنات غادي نخليها هنا حتى تشد راسها مزيان ويعقد ليا الفلو ديالي باش ما تكفحش ليا. بقاش الا هزيتها دابا هكا وديتها للثلاجه غادي تكفح ليا 100%. صافي هادشي اللي كاين غادي نخليو هاد التحليه ديالنا هنا حتى يشد ليها يشد فراسها حتى يشد الفلو زعما. صافي ديك الساعات نهزوها وندخلوها الثلاجه ديالنا ونخليوها تبرد وحيت غادي تخرج غادي نشاركها معكم ونوريها لكم. وبالصحه والراحه وجربوها راه ساهله وبسيطه والمقادير ديالها بساطين ويقدر اي واحد يديرها وكتوجد بالزربه ما كتجيش صعيبه. صافي اللي بغى شي حاجه يزوقها بها من الفوق يزوقها، اللي بغى يخليها سامبل يخليها، انا غادي نخليها غير هكا غادي تبرد ليا وغادي نقطعها ضروري نجبدها ونوريها لكم وتشوفوها كيفاش دايره ونوريكم الشكل النهائي ديالها. صافي البنات اللي عجباتو هاد الحلوه هادي ها هي يجربها ويكتب ليا في التعاليق ويقول ليا كي جاتو زوينه ولا لا. ايوا كنتمنى تعجبكم
والناس اللي مشاركين عندي كنقول لهم شكرا شكرا بزاف بزاف. البنات اللي مشاركين عندي ومتابعيني وكيخليوا لي تعاليق زوينه، والاغلبيه ديال التعليق بزاف كيدخلوا لي في الطواجن، الطاجين الاول دخل لي في الحقيقه بزاف ديال التعاليق، والطاجين ديال العيد عاوتاني حتى هو تبارك الله دخل لي بزاف ديال الناس. وكنقول لكم شكرا وبزاف شكرا بزاف بزاف على التشجيع ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينين، وعلى اش غادي نقول لكم كتفرحوني وحق الله العظيم. هاد لاشين راه كاينه بكم، الا ما كنتوش نتوما ما غاديش تكون هاد لاشين هادي. هذاك الشيء علاش كنقول لكم شكرا شكرا، واللي عجباتو يبارطاجي القناه ديالي مع الناس اللي كيعرف حبابو وصحابو، والوصفات اللي عجباتو شي حاجه راه كندير وصفات اللي مجربه انا وما اللي كنديرها البنات، راه ما كندير شي حاجه اللي ما مجرباهاش. ايوا صافي كنتمنى يعجبوكم، وكنقول لكم شكرا وبزاف شكرا بزاف بزاف. ولايكات البنات لايكات لايكات. غادي نمشي دابا ندير الحلوه ديالي تبرد وحيت تخرج نشاركها معكم. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي، ها هما ها هي شوفوها كي جات. صافي غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش جات، وراه كتجي بارده وزوينه ومنعشه، وتقدروا ديروها دغيا دغيا. انا غادي نقطع لكم طريف، راه قطعت طريف ديك الساعات حيت صعيب عليا نديرها، قطعتها باقا مجمدات هذاك الشيء علاش. يلا بردات دابا، خاصكم ضروري تخليوها تشد راسها مزيان عاد باش تقطعوها. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، ها هو هانتوما شوفوها كي كتجي، كتجي زوينه وبارده. هانتوما فيها جوج طبقات، هانتوما كتجي زوينه ما تشبعوش منها. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وديروها، راه كتجي رائعه 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 وساهلة بزاف لواحد الدرجه، ما تصوروهاش ما تعذبوا فيها ما حتى شي حاجه. والشكل ديالها راه زوين، وكنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه البنات. البنات هانتوما شوفوا كي كتجي، انا قطعت منها ياك، قطعت منها غير انا قطعتها باقا ما خليتها مازال ما شدت في راسها، هذاك الشيء علاش قطعتها بالزربه، قطعتها باقا ما برداتش وهي دير ليا بحال مهكا. ها نتوما ها هي شوفوا الطبقات كي كتجي، كتجي زوينه وما تشبعوش منها. كنتمنى تجربوها الا عجبتكم، راه كتجي رائعه وسهله ودغيا تصايبيها بلا فران بلا زيت بلا طحين بلا حتى شي حاجه. وكنقول لكم بالسلامه عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله البنات.